صباح الخير يا دكتور. صباح النور، جمعته يعني لسه ده ما عدد كويس. هو موجود 10 اهو. في ناس لسه هتدخل يا دكتور. ما تدخل، احنا هنبدأ، ما المفروض نبدأ الساعة 8. انا مستني، عمال استنى. هم عاوزين اللينك بتاع الميتنج عشان يدخلوا، مش عارفين. فهي دقيقة واحدة اقول لهم على الجروب. ماشي، مش عندك اللينك؟ ممكن حد يبعته على الجروب يا شباب، ياخد اللينك ويبعته عشان ابانور حابب يدخل، وفي ممكن حد تاني يدخل.
جمعتوا يا شباب؟ في 3 انضمهم. محمد راضي، الو الو، سامعينك يا دكتور. خلاص نبدأ. خلاص اتفضل. ماشي. انتوا عندكم السكرين شير بتاعي، شغال. شايفينه؟ تمام. طيب ماشي. كنا وقفنا عند صفحة 223. قلنا الجزء ده بيتكلم على الايرودينامكس بوجه عام، وأهم نقطة فيه الايرودينامك فورسز اند مومنتس، وهم 6 كومبوننتس، 3 فورسز و3 مومنتس. الفورسز في اتجاهات المحاور الأساسية الثلاثة X, Y, Z. في اتجاه X drag force، اتجاه Y lateral force أو side force، اتجاه Z اللي هي vertical force، وأحيانا بيسموها الليفت. وحسب اتجاهات الأكسيس دي بيبقى الفورس دي بوزيتيف أو نيجاتيف. فاتجاهات المحاور الأساسية اتجاه المحور بيمر بالسنتر بتاع العربية، اتجاه السير الأمام ده بوزيتيف وعكسه يبقى نيجاتيف. لو انت قاعد في العربية يبقى اتجاه على ايدك اليمين عمودي على هكس ده هو الواي البوزيتيف، والناحية التانية يبقى نيجاتيف. اتجاه الزد لو الاتجاه عمودي على الطريق لأعلى يبقى ده ليفت، لو عمودي على الطريق في اتجاه الطريق يبقى ده نيجاتيف، نيجاتيف ليفت. والليفت ده من التصميم بيقدر يتحكموا فيه، يعني ممكن يبقى قليل جدا، ممكن يبقى كبير جدا، ممكن يبقى بوزيتيف، ممكن يبقى نيجاتيف حسب الابلكيشن بتاعته. فإذا الداينامكس بتاع الكار أو الفيكل بوجه عام ما بيعتمدش على الدراج بس، لا، كل الفرص دي بتأثر. يعني أنا أتصور إنه خلى البوزيتيف ليفت ده عالي جدا، معناها إن العربية دي عند سرعة معينة هتسيب الأرض، تبقى زي الطيارة يعني. طيب هو خلاص بقى العجل ساب الأرض، ما عنديش كنترول لا ستيرينج ولا بريكنج ولا. طب الدفع هيجي منين؟ إذا كان الدفع عند العجل، العجل ساب الأرض، ما فيش دفع. فلازم يحول بقى الانجن بتاعته يبقى تيربو انجن زي الطيارة أو جيت انجن. وده حلم بقاله سنين طويلة، 30 سنة على الأقل أو 40 سنة، إن هم عايزين العربية تطير.
في بروجكت ونجح. بس هي المشكلة انت تظبط الترافيك بالعدد الكبير من العربيات ده ازاي؟ يعني انت عايز تطلع من مكان لمكان، فممكن تمشي ستريت لاين، ولا كباري ولا مصانع ولا منازل ولا يسيرز ولا. فالفكرة بتاعت السيارات انه يخلي كل سيارة ليها مسار ليفل معين في الجو، وفي بينزل في المطار والمطار مشغول بياخد لفة زيادة وبعدين ينزل. فده مش متاح بالنسبة للعربيات دلوقتي. هما بيفكروا ازاي يخلي العربيات تطير فبالتالي كل الايروداينامكس 6 كومبوننتس دي لازم يتعرفوا كويس قوي. طب يقدر يغير الايروداينامكس ده؟ بيقدر يغيره كقيم يعني. كمثال الوحدة اللي قدامنا دي بيسموها هنا بالتريلا، إنما الاسم العلمي بتاعها سيمي تريلر. سيمي تريلر هي الحتة الجزء اللي ورا ده هو تريلر، ملوش حاجة الأمامي، عشان كده بيسموه سيمي تريلر. مرتبط بالجرار اللي بيجره اللي هي راس الجرار يعني، عن طريق فيفس هويل. هنا الجزء ده بيسموه فيفس هويل، يسمح بالحركة النسبية بين الجزئين الفرنت والرير، يعني الفكتور والسيمتريلر. يعني المثال اللي قدامنا ده بيقول ان الجروس فيكل ويت 38 طن والبار 235 كيلو وات. في اللي هنا بيسموها فيرس ويل او بيسموها الصينية بالبلدي كده. راح تسمح بالحركة حوالين المحور بتاع الصينية دي أو الفيرسويل. في نفس الوقت لو المجموعة دي طلع جريديانت هيسمح إنه في تلت حوالين محور واي بتاع الفيرسويل. المعادلات 6 معادلات بتوع الايروديناميك فورسز مومنت، هي الطرف الشمال هي فورس مومنت، كفورس رو على 2 في السي في الام في البي سكوير. والفي ده ريلاتيف، يعني لو في ويند لازم اشوف الويند في انهي اتجاه. يضيفها اطرح لو في مومنت، الفورس دي او المعادله على اليمين لازم تضرب في لينس. طيب البيتش مومنت اللي هو الروتيشن بتاع الناس بتاع العربيه حوالين محور واي، فهنا بيقول خد بالك ان اللي هنسميه ال سي ال كاركترستكس، لان في القياسات كلها بطلع تو تيرن مضروبين في بعض، السي البروجكتد اريا في الفورس والمومنت هنضيف عليهم يبقى 3 ال، يعني سي واي والال. فاتكلمنا على الاي اللي هي projected area، وممكن ال projected area دي تبقى موجودة وأنا بطلع C
في اتجاه اللاترال او اتجاه الليفت. ايه الكاركترستكس؟ ممكن يتاخد ان هو الويل بيز، او الاوفر لينس. فبيبقى وهو بيقول انه السي تتحسب على اساس الكاركترستك لينس، يعني الويل بيز ولا الاوفر لينس. فاحنا بالنسبه لنا في المسائل او الاشاره هنا، اذا لم يذكر ان الكاركترستك لينس ده الاوفر لينس، انا باخد الويل بيز. الفرنتال اريا في الدراج هي فرنتال اريا، ما فيهاش اجتهاد. وقلنا الفرنتال اريا دي عندي تو امبيريكال فورمولا، واحدة بتقول لي ان هي حاجة مرتبطة بالماس بتاع العربية، والمعادلة الثانية ان هي نسبة مضروبة في الاوفرول ويدث في الاوفرول هايت. والحاجتين دول انا ذكركم بيهم لانه ده ما يديك داتا وانت اللي بتتصرف تحسبهم ازاي. في المعادلة 23 اللي في صفحة 211 والنبذة دي، اللي إف دالة في الماس، وناخد بالنا إن المعادلة دي إمبيريكال، فالإي إف من المعادلة دي بتطلع متر سكوير، والماس لازم اللي هي أوفرول الماس الجروس فيك الماس تحط بالكيلوغرام. في برامتر ثاني اذا لم يذكر هو قيمته 1.225 اللي هي الاير دينستي. لو الامبيريكال فورمولا دي مش موجودة او مش هنستخدمها، وانا بفضل ان احنا نستخدم الريليشن اللي موجودة دي، فرنتال اريا فيرز ان ذا رينج 79 ل 84% of the area calculated from the overall vehicle width and height. ده الباسنجر كارز والباسنجر كارز. أنا بس بركز على الحاجات اللي هتسمينها بعد كده. يعني أخذنا الرينج تقريبا بتاع سي دي كام يعني، وخدنا طرق مختلفة لحساب السي دي أو السكس كومبوننتس. يعني بيبقى الدراج بقدر أحسبه بسهولة. لو انا هاخد باقي الفورسز فانا بقى اضطر استخدم 1 تانل. ال 1 تانل انواع كثيره هنستعرضها. او بقى فيه دلوقتي برامج طورت انه يقدر يحسب بالكمبيوتر السكس كومبوننتس دول والاسم المشهور بتاع البرنامج ده سموه CFD
سوفت وير اللي هي اختصار كومبيتيشنال فلويد داينامكس، والحقيقة اللي استخدم في التبريد والتكييف والعربيات بقى برنامج عامل زي الفاينانس إيليمنت. سمعت عن الفاينانس إيليمنت؟ اللي هو اللي عندي ستراكشر بيقدر يحسب عند كل نقطة الستريس والديفليكشن كام نتيجة لودينج كونديشن وباوندر كونديشن. هو أصل البرامج دي واحد بس الابليكيشن بتختلف. من أشهر البرامج بتاع فرنس إلمنت اللي هي أنسز، والأنسز دي طبعا بدأت فيرجن صغير وبعدين بقت حاجة كبيرة جدا دلوقتي. يقول أنا عايز أحسن الايروداينامكس دراج. فالأول يقول الايروداينامكس دراج ده جاي منين واللي بيأثر عليه، فبدأ يعمل دراسات يقول الفرونت يبقى شكله ايه، الرير يبقى شكله ايه، الاندر بودي شكله ايه، وبدأ يشوف كل واحد الكونتريبيوشن بتاعه كام. فطبعا ده اللي ساعد على العملية دي الكومبوزيشنال فلويد داينامكس، لأنه يقدر يغير الشكل رسم، هي رسمة بيعملها رسمة انفينتور أو ما شابه ويدخلها للبرنامج، والبرنامج بيعمل بقى الشغل بتاعه ويقول له سي دي كام، فهو في الرسمة يقدر يغير يقول الجزء ده هشيله، الجزء ده هعمل له كيرف وهكذا، وبالتالي يقدر يشوف كل جزء الكونتريبيوشن بتاعه كام، المغير ويزيد تحسن كام. فخد كذا مثال هنا في انه بيجيب الكومبوننتس وتأثيرها في التصميم على الليفت والادراك والساتورس طبعا. ودي شوية أمثلة تكلمنا فيها. قلنا نفس العربية نفس التصميم ممكن يبقى فيها أوبشنز إن أنا الفوانيس الأمامية أقدر أخليها تخش في الجسم أو لأ، الشبابيك أفتحها ولا لأ، الروف هل أقدر أفتحها ولا لأ. فأنا أدينا مثال على العربية والكونتريبيوشن بتاع كل أوبشن يبقى كام. فليه لما يعمل كل الأوبشن اللي هم قدامنا هنا ستة يقدر يعمل وفر 28%، يعني وفر في الإدراك 28%. فشوف ده هيبقى انعكاسه على سلاك الخوذة قد ايه وبالتالي على البوزيشن قد ايه. في طبعا بعض العربيات ما فيهاش الاوبشن دي، ما فيهاش ان الروف بتفتح، ما فيهاش الفوانيس يقدر ايه يطلعها ويدخلها. قلنا من ضمن المنحنيات اللي بتبقى مهمة جدا المنحنى 3-14
انه بيوضح لي ان الفيول كونسامشن مع تغير السي دي بيقل مع السرعه، يعني في سرعه كل سرعه تبقى قليله يبقى سلاك الوقود عالي، فده misleading. انت لو بصيت كده وقلت الكلام ده على اساس انه ليتر 100 كيلومتر يبقى ده misleading. فالسي دي مرسوم على اساس السكيل مايل بير جالون، عند السرعه العاليه الميل للجالون الواحد هيقل، لازم هيقل، لان مع زياده السرعه الريزيستنس والازعاج بيزيد، ده شيء طبيعي سلاك الوقود بيزيد. بس احنا كاوتوموتيف او كشيء معروف ان دي مش قاعده، القاعده العامه ان في سرعه تبقى سلاك الوقود اقل ما يمكن، بيسموها ايكونوميكال سبيد او كوميرشال سبيد. في الملاكي تبقى بين 90 و120، طبعا دي بتتغير على حسب الزراير كام بالنسبه للتوتال يعني. فالرسمه المرسومه دي مرسومه على سكيل مايل بير جالون، لو ابدا من 10 وانت طالع لغايه 50، لما حب يعملها لتر بير كيلومتر لقيت السكيل بادئ عكسي، بادئ من فوق 5 7 10 15. من ضمن الحاجات او الدراسات اللي بتبقى ليها تأثير كبير في الايروداينامكس ال structural symmetry، لان الشكل بتاعه ما بقدرش اعمل، او كان زمان يعني ما بقدرش اعمل streaming، ده في فتحة هنا مسافة بين الكابينة الامامية والصندوق اللي راكب على السيمي تريلر في مسافة كبيرة، هنسأل حد كده. أحمد محمد، إمام موجود؟ أحمد، أحمد إمام، فادي؟ ايوه دكتور. احمد امام موجود ولا مش موجود؟ مش انا شايفه عارف قدامي، انا شايفه قدامي دكتور. هو بيقول لك ان هو موجود بس هو مش عارف يرد، في مشكله في المايك، هيحاول يظبطها يرد. لا ما مش عايزين حجه المايك دي، انا اللي بنادي عليه بديله درجه. طب ماشي ماشي، هو بيحاول يظبط. لا انا بس عشان تبقوا انتوا عارفين، بس عشان يبقى اللي هنادي عليه مش هيرد عليا يبقى فتح الكمبيوتر ومشي، فده تبقى عمليه سيئه جدا يعني. احنا بقينا الاسبوع الكام ولسه مش عارف يجيب مايك يعني، فاللي هنادي عليه مش موجود او مش هيرد عليا هدي له صفر. هو بيقول لك بس هيجيب السماعة عشان هو مايك الموبايل فيه مشكلة، فهو بيجيب السماعة دلوقتي. يعني مايك الموبايل ومال بيتكلم في الموبايل ازاي؟ ما الموبايل فيه ميكروفون وفيه مايك، المايك انا بتكلم، لا انا بكلمه. ده اصلا يعني ابلكيشن التيمز فيه مشاكل، يعني انا الصورة كمان بتروح عندي ساعات، فهو الابلكيشن نفسه فيه مشاكل شوية. ما ينفعش، ما ينفعش،
مشكلة دي تحلها، لأن مش أنا بس اللي هو بيتعامل معايا، ما أنتوا عندكم حاجات أونلاين كتير. نادي، نادي يوسف، يا دكتور، سمعت السؤال؟ مع حضرتك يا دكتور، السؤال كان ايه يا نادي؟ حضرتك كنت بتتكلم آخر حاجة عن ليه العربيات الكبيرة الصندوق بتاعها مترحل عن الكابينة ورا شوية. الترحيلة دي ليه بقى؟ هو الترحيلة دي يا دكتور عشان الصندوق دلوقتي بيبقى طويل، فبيدي براح للعربية إنها تعرف تلف. عشان الدوران يعني، هي المسقط ده تقريبا المسقط دي ما يبانش، انما لو عملنا مسقط افقي وبقى راس الجرار واخده زاويه بالنسبه للسيم تريلر، هلاقي الصندوق ده ممكن يخبط في الكابينه. ليه؟ لان محور الدوران بعيد شويه، الجزء ده هيلف. طيب الوضع ده بيخلي الايروديناميك سيء جدا، فانت لو هتبص على الاشكال الجديده بتاع اليونت دي هتلاقي بقى شكلها ما تفرقوش عن الاتوبيس، الفراغات دي كلها اتملت، اتقفلت بطريقه تسمح بأداء الوظيفة بتاعتها. في الدوران برضه هيبقى فيه مسافة، بس المسافة دي اتقفلت. ده الحاجات دي ما نزلتش مصر لسه الحقيقة، إنما هي في أوروبا من زمان، فده بيخلي الايروداينامكس دراج يقل بنسبة كبيرة جدا. في جزء بيركب فوق الكابينة مشهور قوي كده، عاملة زي البرنيصة كده، فده اير فويل بتركب، فبتخلي الهواء بدل ما بيعدي على الكابينة يخبط في الصندوق، لأن الصندوق أعلى، فبيخلي الهواء يطلع وما يخبطش في الصندوق من السطح الرأسي ده، لا هيطلع ويمشي من فوق الصندوق، فده بيقلل كتير. الزاوية بتاعة الايرفويل اللي ركبه فوق ده المفروض تتغير مع السرعة، السرعة منخفضة لها زاوية، سرعة عالية لها زاوية، فالحاجات المتقدمة بيقدر يغير الزاوية دي. وبدأ الأول يغيرها يدوي، بيسمع الصوت بتاع الهواء، فالصوت ده مرتبط، هل الهواء بيخبط في السطح الرأسي ده ولا لأ، وكان باليد كده بيعمل لغاية ما الصوت يظبط معاه. بقى دلوقتي بقى موجود فيه سيرفو موتور بياخد السيجنال بتاعه من سرعة العربية، معروف عند كل سرعة يبقى الزاوية دي كام، هو بيظبطها أوتوماتيك، يعني ما يخليش السواق بقى مشغول بيسمع أو ما يسمعش، لا بقى بيحطها مظبوط. هنا بيوريني الفول سيفنج، يبقى شك 15 effect of reduction in aerodynamic resistance coefficient and fuel saving for a tractor semi trailer. خد بالك يا تراكتور سيمي تريلر بتتكسب ازاي؟ تراكتور بعدين هايفن او شرطه يعني سيمي تريلر، يعني دي يونت كده ان كومباينيشن يعني. هنلاقي هي على حسب الطريق اللي ماشي عليه الكومبينيشن دي بيبقى هقدر اخد فيول سيفنج كام.
لو ماشي على ليفل رود ممكن نوصل لرزكشن 35 أو 37.5 تقريبا في المية، وده رقم كبير جدا. هيلي موتور واي، الموتور واي ده الطرق السريعة في كل بلد ليه اسم. انجلترا بيسموها موتور واي، في امريكا يسموها هاي واي، لو سريع جدا جدا، وده طريق موجود في المانيا بيسموها اوتوبان. فبيقول لي هيلي موتور واي، هو موتور واي يعني طريق مسفلت وسريع ومفيش تقطعات، اي تقطعات بيعمل عليها كباري، بس هي مشكلته انه الطريق ده مش ليفل، الطريق ده طالع نازل مع طبيعة الأرض يعني، فما بيقدرش يوصل كل ما قرب على جزء مرتفع السرعة بتقل، فالأفريج بتاعه هيقل، فمش هقدر آخد فيلد سيفنج كتير. هاي واي نفس القصة، very difficult route، يعني في ملفات كتيرة بقى في الطريق ده، فلازم كل ملف يهدي، فبيبقى السيفنج تقريبا 1% عند السرعات العالية. فإذا عملية السيفنج دي مش رقم ثابت، يعتمد على طبيعة الطريق والتشغيل بتاعه، طبيعة الطريق بيخدين سبيد في ليميتيشن في بعض الأماكن. الجدول 3-3 برضه لازم تبقى في ذهنك، أو يعني أنت عارف يبقى ده ريفرنس. وحاب بنسأل يعني عشان في امتحان أو في كويز أو في متر، الحدود كام؟ يعني بيقول لي vehicle type passenger car aerodynamic resistance coefficient من 3 من 10 ل 52%، أو من 30% ل 52%. الفانز، الفانز دي اللي هو بيبقى شكل الباسنجر فاكر، بس متقفلة من جوه مفيش كراسي عشان فيها بضائع، فده بيسموها فان. دي من 40% 58%، يعني أعلى شوية من الباسنجر كار، لأنه الستريمنج بيعمله بس ما يقدرش يعمل ستريمنج بتاع الباسنجر كار. الباصز 50% ل 80%، التراكتور سيمستريور من 64% ل 1.1، تراك تريلر ايه الفرق بقى، تراكتور سيمستريور وتراك تريلر، فبنلاقي التراك تريلر من 74% ل 100%، أو 0.74 ل 1 اللي هي سي دي. يعني إيه الفرق بين التراكتور سيمي تريلر والتراك تريلر؟ التراك تريلر بيبقى في تراك وبيجر بعمود أو بوصلة كده، إحنا بنسموها دروبار، وعندي تريلر كاملة يعني ليها محور أمامي ومحاور خلفية. سمس تريلر ملهاش محور أمامي زي ما شفنا في الرسم ده، هي بتركب فوق التراكتور
بيفرش هويل. فده القيم الرف اللي موجودة. فأنا لازم تبقى عندك فكرة بيها، يعني تبقى عارفها كويس. ليه؟ لأن أنا عاوز أصمم حاجة شبيهة، مسؤول عن التصميم. فالأول ببدأ آخد أرقام عشان أشتغل على ورق سي دي، وأنا ما قستش، ما عملتش حاجة إلا إذا كان عندي برنامج قوي بتاع في اف دي وأشغله وأدي الشكل اللي أنا عايزه وهو يقول السي دي كام. أما بيقول ماسنجر كارد الرينج من بوينت 3 لبوينت 52، ده معناها عمل إحصائي كبير جدا عنده عدد كبير جدا من العربيات أشكال مختلفة، ورسم السي دي بتاع العربيات دي. فالتوزيع الطبيعي اللي موجود زي ايدك كده، افتح ايدك كده هتلاقي صوابعك مش طول بعض، هتلاقي الصباع اللي في النص ده اطول واحد. لو طلعنا قلنا هناخد الناس اللي سنهم 23 سنة موجودين في مصر، اطفالهم كام؟ هنلاقي في عدد كبير جدا النص كده، لا هو طويل ولا قصير، هو ده العدد الكبير. الطويل أوي ده على عدد قليل، والقصير أوي في السن ده عدد قليل. لو أخدنا مقاس الأقدام هنلاقي نفس القصة. ففي توزيع الأوزان بتاع السن ده، وزنه كام؟ هلاقي برضه ليه توزيع طبيعي. فبنقول انا هناخد هنشتغل على الرينج بحيث انه الاريا اللي تحت المنحنى ده اللي تمثل التوتال، باخد سامبل والسامبل ده تمثل التوتال يعني، ما بقدرش اجيب كل الناس وايش اطفالهم او اوزنهم، انا باخد عينه سامبل وأعمل دراسة على دي، والسامبل دي في الغالب هي في علم يعني تمثل البيبريشن كلها، ودي الحقيقة اللي بيشتغل عليها في كل العالم على المصانع. هنعمل حزين، أنا بستهدف فئة سنية معينة، هل أطفال، هم شباب، ناس خلاص كبروا لأن أقدامهم مش هتتغير، يبقى عددهم كام؟ يبقى مقاساتهم من كام لكام؟ فبيلاقي فيه مقاس معين هو ده أكثر الناس، لما بيجي ينتج أحذية ينتجهم بهذا الشكل عشان ما يبقاش فيه جزء باقي ما بيتباعش. برضو مقاسات الجسم يعمل مقاسات كام من كل مقاس كام وهكذا. كذلك في العربيات، العربيات كانت بتبقى الألوان، الناس بتفضل ألوان إيه، لون العربية يشتريها بلون إيه، فبيعمل عمليات إحصائية شخصية كده، يسأل أو يرجع للمبيعات الناس بتطلب إيه عشان يطلع عربيات يبقى أكتر لون مطلوب هو اللي يعمله في الإنتاج أكبر لون. ممكن الإحصائيات دي يحصل فيها ديفيشن، فمعناها إن هيتفضل عربيات أو أحذية أو وتفر أو شيرتات أو تيشيرتات أو بنطلونات ما بتتباعش. قال لا خلاص أنا هقترح حاجة اسمها السيل، كازيون. كازيون ده أنا بخفض ليه؟ أسعار الحاجات اللي ما مشيتش. فالأكازيون ده بيشتغل على العلم النفس، أنا رايح أشتري حاجة محددة، لقيت حاجة مش هي بالظبط بس سعرها رخيص أوي بشتريها،
ممكن اشيل 2 3 منها. ودي العلم اللي بيستخدموه في السوبر ماركت، كل سوبر ماركت يجي على سلعة كده ويعمل لها تخفيض، انت مش راح تشتريها اصلا، تعالى تخفيض تشتريها، تشتري كمية كمان. فاذا ده علم يستخدم عشان الباسنجر كارز السي دي بتاعها من حدود كام لكام، الفانز من حدود كام لكام، الدراسات البصل من حدود كام لكام، التراكتور حدود كام لكام، تراك تريلر حدود كام لكام. ادينا مثال برضو دراسة هنا، حد عامل الدراسة دي اللي هو شكل 3 في 16 distribution of aerodynamic resistance between tractor and semi-trailer, truck and trailer at different yaw angles. اليو انجل دي اللي هي الزاوية، يعني لو خدت عربية ليها محور رأسي بيمر بالسي جي، فهي الجسم ده كله ممكن يلف حول المحور ده، هو المحور ده اسمه اليو انجل. نمرة ايه اللي هي اليونس اللي هي تراكتور سيمتريلر، بي اللي هي تراك تريلر. الحقيقة احنا في مصر بقالنا كذا سنة ما بنرخصش التراك تريلر دي، لأن في حوادثها كتيرة، فصدر قرار أو قانون إنه العربية دي هيبقى مرخصهاش تقييس جديد، اللي موجود هسيبه لما عمر الافتراضي يخلص، وبعدين بعد كده بنوقف التقييس بتاعه. فبالتالي بقى الاستبدال بالوحدة دي اللي هي الوحدة اللي في شكل ايه، اللي هي تراكتور سيمسفير او تريلا اللي احنا بنقول عليها. الدراسة دي بيقول الياو انجل ممكن تبقى من 0 ل 15 درجة. عملوا على وحدة ارتفاع صندوق عن الأرض حوالي 4 متر، أنا عندي 3 أشكال، إيه الفرق بين الشكل 3 أشكال دول؟ عارفين اللعبة اللي احنا بنعملها زمان، يديك اشكال كده يقول لك طلع الفرق، على نفس اللعبة هنا، ايه الفرق بينهم؟ هو يعني ايه الفرق بين اعلى واحد واللي في النص؟ اللي فوق يا دكتور قافل تقريبا ازاز الشباك، واللي في ايوه النص فتح الإزاز، عظيم، واللي تحت خالص هو تقريبا فتح الصندوق لا ما فيش صندوق، أو مفيش صندوق أصلا. الصندوق ما بتفتحش، ما الوحدة دي ممكن ماشية وشايلة كونتينر، هو الصندوق بيسموه كونتينر يعني. لأن التراكتور بيبقى ليه جوانب كده، والتريلر ما بيبقاش متقفلة، بيبقى بلاتفورم كده وأنا بحط عليه وفي جوانب كده بقفلها. إنما إيه فكرة الكونتينر دي؟
الكونتينر فيه اتنين سايز للكونتينر مشهورين جدا، 20 و40. كونتينر بقول لك كونتينر 20 كونتينر 40، 20 و40 دي فيت قدم يعني اللي هو الطول بتاعه. الأربعين فيت تقريبا كم متر؟ بضرب في 3 من 10 يعني 12 متر، 12 وشوية يعني، لأن الفيت عبارة عن كمتر بوينت 3048. متر. فلو قلنا 3.5% بضربهم في 20 أو 40 يبقى ده الطول بالمتر. في واحد كطول نص الثانية 20 و40. فأنت أقول لك كونتينر 40 كونتينر 20، يبقى أنت فاهم 40 و20 دي يعني إيه. الشكل اللي قدامنا ده الكونتينر ده يبقى 20 ولا 40؟ ده 20. لا ده 40. 40. طيب حد يقول لي ليه انا قلت 40؟ عشان نوصل لاخر العربية يا دكتور. لا ممكن يبقى السينوس فيلر ده 20. هو عشان ال20 تقريبا بيتثبت على العربية نفسها، ما بيبقاش فيها الفرق كله بين كله بيثبت على العربية يعني ال20 40 لازم علشان انا علشان احنا عارفين بيثبت ليه؟ عشان احنا عارفين الهايت بتاع العربية يا دكتور، فاخدناها نسبة بين هايت العربية وطول التريلر وطول قصدي الكونتينر. الهايت ده ستاندر برضه على فكرة، 20 و40 الهايت ده ستاندر، الفرق الطول. ايوه انا قصدي ان احنا خدنا من الرسمه النسبه، يعني احنا قلنا مثلا ان الهايت على الرسمه مثلا فنقول 1 سنتي. هو بيبقى الاساسي ان عندي كم اكس، فكل اكس ليه حموله. فليه عملوا الوحدة دي اقتصادية جدا؟ متعاملت ليه؟ لأنه قال لي أنا ممكن يبقى عندي في المصنع أو في المينا أو في الديستنيشن عندي أوناش، هتشيل الكونتينر ده تروح حطه على الإيه؟ على السيمي تريلر ويقول له توكل على الله، يبقى يخش يحمل ويفضي في زمن قليل جدا. فمعناها ممكن يخلي اليونت دي كده من غير الصندوق تخدم كذا صندوق. يعني انا هنقل بضاعه من مكان A ل-B وممكن اخدم مكان C، فيقول انا هروح عند A واحمل، فخلاص انا رايح بالوحده بتاعتي فاضيه او عندي صندوق هنزله وهحط صندوق تاني، فالاوناش هتروح منزله الصندوق مركبه تاني في زمن قليل جدا، والوحده تتحرك يروح على مكان بي برضه ينزل صندوق يركب صندوق على سي يركب صندوق. يعني معناها الوحده ممكن تخدم اكتر من مكان، فده اقتصادي جدا لان الثمن الحاجه دي بتبقى في راس الجرار، هو في الانجن في الترانسميشن في كل حاجه. سيم تريلر والكونتينر ثمنهم بالمقارنه بالفاكتور قليل. انا بديك معلومات بره الايروديناميكس عشان بس يبقى فرصة ان انا عندي شوية معلومات
بديها لك خاصة بالموضوع يعني. لو أنا بقى بنقل بضائع بين مواني، فممكن بقى بين المواني دي يبقى أحط البضاعة في كونتينر وأنا أحافظ عليها، أحطها على المركب يبقى بيبقى لها مواني خاصة موجودة عندنا هنا في مصر الحقيقة، مواناش هيلة بيروح نزل الكونتينر دي أو يقدر يوصها على المركب، يبقى البضاعة مش هتختلط مع بعض، حافظ عليها تغليف مظبوط، وأقدر أحطها جنب بعض في المركب، يبقى مفيش مسافات بينية، يبقى المركب دي هتشيل أكتر عدد من الكونتينر. دخلنا على المينا نزلناها بسرعة، ركبناها على الفينس تريلر بسرعة، والحركة بقى سريعة جدا، فهي معمولة عشان القصة دي. الوحدات اللي موجودة في العالم كله موجودة دي، وأكتر من كده كمان أحيانا بيعمل سيم تريلر وراء الأولانية أو اتنين. في الحالة دي بسمي المجموعة دي رود ترين، الترين عبارة عن عربيات وراء بعض مربوطين مع بعض، فهو موجود في العالم كله، لا مش موجودة في مصر الحقيقة لأن الطرق إذا لا تسمع. تصور راس جرار واحد شادد كام تريلا، كام سيمس تريلر، كل سيمس تريلر على صندوق، فده اقتصاد نقل هايل جدا جدا جدا. طيب لو الوحدات ورا بعض كده ليها اسم، طب الايروديناميكس بتاعها يبقى ايه؟ فده اللي هتكلم عليه بعد شوي. نمرة بي، الفرق بين الشكل اللي فوق واللي في النص ان الجزء اللي ورا ده مش معروش صندوق، يبقى اللود كله محطوط فين؟ على التراك. الشكل ثلاثة اللي هو اللي تحت، اللود محطوط على ليه؟ سيم تريلر أو تريلر، مش لود على التراك. طيب لو عندي الأوبشن اللي تحت واللي في النص، تفضل إيه؟ مين اللي يبقى أحسن على الطريق؟ اللي تحت اللي في النص اللي في النص بس. انا بقارن اللي في النص واللي تحت، ما هو اللي فوق ده ما فيهوش اوبشن محمل كله، مش كده؟ اللي فوق الاثنين محملين. ايوه دكتور تمام، فما فيش اوبشن صح؟ الاوبشن أيوة الاوبشن بين اللي في النص ولا ايه واللي تحت، يحط الحمل على تراك على تريلر. مين افضل؟ اللي في النص. لا ما انت عندك الكرف يا ابني، السي دي اللي تحت كام؟ الكتف تحت بتاعه 0.4 يعني حوالي يعني من 0.2 لـ 0.4 مثلا، تمام. الثاني اعلى والثالث اعلى، فبالنسبه للسي دي اللي افضل واحد بين الثاني والثالث اللي هو اللي تحت حط الحمل على التريلر. طيب من جهة الاستابيليتي والبريكنج،
يبقى اللي في النص هو الأحسن في الاستيل. يعني دي موضوع، يعني موضوع ما أقدرش أتكلم فيه بعمق لأن أنتوا لسه جونيور في الاسموتيف، صح؟ فوارز يبقى اللي في النص أحسن. ليه؟ لأن اللي تحت ده الحمل على العجل اللي هو عليه درايف قليل، لأن ما فيش لود أصلا. فليه شغل بالستابيليتي والبريكنج وشوية تفاصيل كده نقدر نتكلم معاكم في آخر سنة رابعة على الموضوع ده. إنما بيقول من جهة الايروداينامكس الكومبينيشن الثالثة اللي تحت دي أفضل واحدة. فدايما بقى حط فكرة في ذهنك يعني، والفكرة دي تنفعك في حياتك. من جهة سي دي دي أفضل حاجة، من جهة البريكنج لا، جهة الاستابيليتي لا. وبالتالي كل إنسان كده، الإنسان ليه مميزات وليه عيوب. فأنا كأوتوموتيف في كذا بارامتر، واحد كويس واحد وحش، طب أعمل إيه؟ ما أنا أثناء التشغيل بتعرض للحالات كلها. فبيعمل هنا التريد أوف أو الكمبرومايز، لا ياخد الكبير ولا السيء، الأفضل ولا السيء، ياخد حاجة في النص بحيث يبقى قريب من كل الحالات اللي أنا بتعرض ليها. هذا اللي يسموه أحيانا تريد أوف أو كمبرومايز. كذلك أنت في الحياة ليك صديقك، صديقك ده ليه مميزات وعيوب، فتاخدوا بيها على بعضيها. أنت بالنسبة لك المميزات ودي أكثر من العيوب، خلاص ماشي. لا، بالنسبة لك هي عملية نسبية برضو، عيوبه لا أكثر، ما بقاش صديقك. الأكثر بقى ما تيجي تتجوز، الطرف الثاني مش كله مميزات ولا كله عيوب، فلازم تاخد البيع على بعضيها تقوم تعيش كويس. بدأ يتكلم بقى الوحدات دي عشان يحسن الأداء بتاعها. بدأ يعمل الدراسة اللي موجودة في شكل 3 effect of add-on device، يبقى الإضافات اللي هيضيفها على الشكل بيسموها add-on devices and body details on aerodynamic resistance coefficient structure symmetry. نبدأ بشكل واحد كده، ايه الفرق بين واحد واثنين؟ واحد ده عادي خالص ما فيهوش اي حاجه، اتنين حطينا فوق البورنيطة اللي حضرتك قلت عليها دي. حطينا عليه البورنيطة فقللت السي. قللته كام؟ 200 زيرو وانت اتنين يعني اقول هو قللته كام، يا اقول كام في المية، صح؟ صح. طيب اجيب الكام في المية دي ازاي؟ هجيب الفرق الاول، صح؟ هطرحهم من بعض، الكبير ناقص الصغير، ده الفرق، يبقى ده التحسن، مش كده؟ واقسمه على مين عشان اجيب نسبة مئوية؟ على الاولاني، لان عندي الاصل وصلت لحاجة جديدة، دي التحسن، يبقى التحسن كام في المية؟ يبقى الأولاني ناقص التاني على الأولاني، الأولاني هو الكبير، التاني الصغير، ما بقسمش على الصغير لأنه لو قسمت على الصغير هدي نسبة كبيرة أوي، فده ما بقاش زي الإمبروفمنت، الإمبروفمنت بيبقى منسوبة للأصل.
طيب ايه الفرق بين 2 و3؟ ثلاثة عالية شوية عن اثنين. شكل البرنيطة صح؟ صح. زي التحسن يعني ثلاثة من ألف مشكلة بين اثنين وثلاثة. طب أربعة شكلها برضو يعني صغرت شوية، خدت كيرفتشر شوية. أصغر شوية في الحجم مش كده؟ أيوة. ولا هي من البداية ضيقة وبعدين كبرت وأنا طالع لفوق العرض بتاعها؟ من البداية ضيقة. شو؟ طب خمسة. ده جيم كده زي الألعاب واحنا بنلعبها واحنا صغيرين. إيه الفرق بين الأشكال؟ صح. فواحد بيعمل دراسة هيبدأ يعمل الأشكال دي، ودي بتعمل يعني بيعمل موديل في الغالب بيبقى من خشب، يحطه في وين تانل ويغير التغيرات دي ويقيس. أو بقى هلاقي السي اف دي لو هو قوي كمبيوتر قوي عشان تعمل سي اف دي يديك نتائج كويسة، لازم الكمبيوتر بتاعك يبقى البروسيسور عالي جدا والرامات عالية جدا، لأن أحيانا الرن بيقعد 48 ساعة. فلو خرجنا واحد بعشرة ايه الفرق بين واحد وعشرة؟ يعني البرنيطة بقى شكلها واخد كيرفتشر كويس، بقت يعني دفعة عشرة يعني، والحمولة اللي ورا الكونتينر اللي ورا بقى فيه كيرفتشر برضو من الجنب، مبقاش فيه شارب ايجز. مبقاش فيه شارب ايجز كويس عظيم. والبرنيطة بقى ذات نفسها برضو ما كان يعني واخدة كيرفتشر من يمين وشمال يعني اوبتمايزد. يعني في حاجة أهم، حاجة أهم إن هي مثلا، لا مش عارف صراحة. بص على الكونتينر. أيوة، ما هو الكونتينر خد كرفتشر، ما فيش شارب ايدجز في الكونتينر. في شارب في البداية مش كده؟ في المقدمة. أيوة. إيه تاني مهم؟ ما بقاش فيه الستيبس اللي بتبقى موجودة في الكونتينر دي يا دكتور. السيرفس دي اللي كانت مش متغطية غطاها مش كده؟ مظبوط مظبوط. عمل دراسة ثانية effect of add-on، يبقى الإضافات اللي عملها بيسمها add-on device aerodynamic resistance coefficient protector interior a different view angle. يبقى 3-17 إدانا أشكال مش كده؟ أشكال 10 أشكال أو 10 options أو 10 trials. قدر يوصل من بوينت 863 لبوينت 568. حد معك الكريزر يقول لنا ده كم في المية؟
34%. يعني رقم كبير مش كده؟ رقم كبير ليه؟ لان اصلا البروجكتد اريا هنا عاليه، الريزيستنس عاليه. بدأ يعمل ديتيل الثاني 3-18 بس خد الياو ايه؟ الياو انجا بيقول لي في بارامتر هنا ديستانس اباف كاب اللي هي الكابينه لها ارتفاع والصندوق لها ارتفاع، الفرق بينهم كام؟ هنا 1.1 متر. الجاب ويدث اللي هي اس 7.1 متر، يعني التو بارامتر دول ثابتين. بيغير الياو انجل والياو انجل خد 5 اشكال، يعني اللي فوق واللي تحت واللي في النص واللي تحته واللي اسفل واحد. الشكل بتاع المقدمة بتاع الكابينة عمال يتغير. يعني الكابينة اللي فوق دي عبارة عن صندوق مفهوش أي كرفتشر، حط له برضو الإيه الطب، الجزء اللي في الطب ده. هنا كابينة اللي تحته كابينة عادية، الكابينة دي عملها ايروديناميكس، اللي تحته حط الكابينة الأصلية من غير البرنيطة بس بدأ يغير في الشكل الصندوق. انت اللي ورا الصندوق الشكل اللي تحت غير الكابينة وغير المقدمة بتاع الصندوق، يعني خلى البروز بدل البرنيطة موجود في الصندوق. واضح كل ما بيزيد الياو انجل كل ما بيزيد الايروديناميك كوفيشن. انا بيقول لي في الرسمه كده حاجه مكتوبه وزاوت اد اونز، بس مش مديني كيرف. مديني اريا كده منقطها. حد يقدر يقول لي دي تعني ايه؟ يعني مديني اريا كده وليها باوندري والاريا دي كلها منقطها. دي تقريبا معناها ان الاريا دي معظم او كل الحاجة اللي يعني كل التراكس اللي فيهاش ادونز بتبقى موجودة يعني في جوه الاريا دي، مش ممكن تقل عنها. الاريا دي معناها انه ما بيشتغلش على عربية واحدة، بيشتغل على عربيات كتيرة. فالنقط دي كلها معناها انه ده يعني شغل على 2000-3000، فدي النقط موجودة. كويس؟ فده ده الرينج بيقول لك الباوندري دي مش هتطلع منها أي عربية أو أي كومبينيشن. طب ليه لما خد الشكل اللي فوق ده عمل له كيرف؟ عملوش اريا. ده ممكن وارد إنه الشكل ده يبقى فيه أبعاد مختلفة من العربيات فيديني اريا. فبيقول انا لو عايز امثل الاريا دي بكيرف هعمل لها كيرف فيت. عارفين الكيرف فيت مش كده؟ ايوه يا دكتور تقريبا. عارفين موضوع الكيرف فيت؟ وممكن نفتح الاكسل كده، ده في بس برامج اخوك
كتير في الكرفت من الاكسل. نعم الاكسل بيأدي الوظيفة يعني. هو بيعتمد على النقط كلها بيدخلها وبيطلع الكيرف يقول له من الدرجة الثانية الثالثة الستريت لاين يبقى عدد الديفيشن بين أي نقطة والكيرف ده يبقى مجموعهم أو مربعهم لأن أحيانا الديفيشن يبقى بوزيتيف ونيجاتيف مربع الديفيشن ده يبقى أقل ما يمكن وبالتالي بيقدر يطلع الكوفيشن بتاع الكيرف. أحيانا يسموها كيرف فيت أو ليست سكوير فيت ليست سكوير ايرور فيت. فإذا لما اشتغل بقى على الخمس عربيات دي ليهم هم ليهم اريا بس صعد بالاريا بايه بكيرف فيت بكيرف. فده الجزء اللي يخصنا في شابتر 3. وهنتكلم بقى ما نيجي نتكلم على الامتحان نقول لو همتحنك ده هقول لك ايه يعني هطلب منك ايه. دايما الطلب بيبقى على قد زمن الامتحان وعقد السؤال هياخد وقت ايه من زمن الامتحان ده كله. يعني ما اقدرش اقول لك تعالى ارسم لي الشكل ده الامتحان بنشوف كده هل ادانا مسائل خاصة بالجزء ده اخر الشابتر. المسألة الأول ما فيش اي حاجة مش كده دكتور؟ نعم هو احنا ينفع بس ينفع ناخد بريك بس 10 دقايق ولا حاجة؟ ناخد بريك ربع ساعة عشان خاطر. لا لا مش للدرجة دي يا دكتور. بتدخن؟ نعم بتدخن؟ لا ما بدخنش يا دكتور. طيب عشان اللي بيدخن يعني او عايز يروح الحمام. ماشي شكرا يا دكتور. ربع ساعة. ساعة عندك كام دلوقتي؟ 9:30. تسعة ونص خلاص يبقى 10:15. شكرا يا دكتور.